بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في النهاردة فرص لسقوط أمطار إنما خفيفة على جنوب الوجه البحري والصحراء الغربية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. كمان في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس وإيه أهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم، خصوصا أن احنا لسه مكملين في الأجواء الخريفية. بالفعل يمكن احنا بالامس كمان بدات فرص الامطار تقل في معظم محافظات الجمهوريه وتنحصر فقط في السواحل الشماليه الغربيه ومحافظات شمال الوجه البحري، وده المتوقع ان هو يكمل معانا اليوم. يتوقع استمرار الاجواء الخريفيه، استمرار تاثرنا بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فهتساعد على احساسنا بالاجواء الخريفيه المائله للحراره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، اجواء معتدله تماما على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، اجواء ما بين حاره لشديده الحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره، لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره، لكن بيكون ملموس أكثر ومحسوس في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. أجواء لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية، ويمكن كمان بدأنا نحس ببعض البرودة الخفيفة في ساعات الليل المتأخر أو فترة الصباح الباكر. بالإضافة كمان مستمر معنا اليوم تكون الشبورة المائية فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي بتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ في التلاشي، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. بالاضافه كمان فرص الامطار اليوم هتكون اقل كمان من اللي احنا شاهدناها بالامس على المناطق الساحليه. طيب بالمناسبه دي سرعه الرياح عندنا النهارده قد ايه يا فندم؟ احنا اليوم عندنا نشاط رياح سرعته ما بين 30 ل 40 كيلو متر على الساعه، وهيكون كمان مثير لبعض الرمال والاتربه لكن في اقصى جنوب البلاد، يعني في المحافظات الموجوده في اقصى جنوب اسوان ابو سمبل ممكن يكون في بعض الاتربه والرمال المثاره، ونشاط رياح هيبقى موجود معانا في المناطق الشماليه القاهره الكبرى او الوجه البحري او سيناء، هيكون غير مثير للرمال والاتربه لكن هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. الحمد لله الاجواء مستقره بشكل كبير، حتى فرص الامطار اللي احنا بنتكلم عليها اليوم هي اقل بكثير من امس او اول امس، هي امطار خفيفه فقط على بعض الاماكن من السواحل الشماليه الغربيه مطروح العلمين الاسكندريه، بعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري زي البحيره كفر الشيخ الدقهليه بيكون على فترات متقطعه من اليوم، ومنطقه دون الاخرى يعني في بعض الاماكن ممكن تبقى الامطار فيها خفيفه، بعض الاماكن ما يوصلهاش الامطار لكن غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. متوقع من غدا الحد يمكن الأمطار تمتد لبعض المناطق الداخلية، المناطق الموجودة في شمال الصعيد أو الصحراء الغربية أو مناطق من جنوب الوجه البحري، لكن هتظل أمطار خفيفة أيضا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة فترات النهار وأيضا فترات الليل. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 31 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 31-23، اسكندرية 27-22، العلمين الجديدة 28-22، مطروح 26-21، دمياط 28-22، بورسعيد 28-23، الإسماعيلية 31-23.
السويس العظمى فيها 31 والصغرى 22، العريش 29 22، كاترين 28 17، طابة 30 24، حلايب 33 26، شلاتين 35 25، شرم الشيخ 35 25، الغردقة 35 25. الفيوم العظمى فيها 32 والصغرى 23، بني سويف 32 22، الوادي الجديد 37 23، أسيوط 33 22، سوهاج 36 23، قنا 40 24، الأقصر 41 25، وأخيرا أسوان العظمى فيها 41 والصغرى 25. دي كانت مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لجمانة وأحمد نكمل معهم بقية فقراتنا. شكرا لك يا لمي، والشكر موصول طبعا لدكتورة منار غانم.